حياكم الله. آخر فقراتنا لهذا اليوم مع جامعة الشارقة، حيث شاركت جامعة الشارقة في مسابقة الخطابة البيئية للكليات والجامعات في نسختها 18، والتي نظمتها مجموعة عمل الإمارات للبيئة. وقد حصدت كلية الفنون الجميلة والتصميم بجامعة الشارقة المركز الأول عن فئة المباني المستدامة. هل يمكن تحقيقها؟ للحديث أكثر عن هذه المشاركة وأهمية فوز الجامعة بهذه الفئة، معنا اليوم دكتورة إيمان عبد الشهيد إبراهيم، أستاذ مساعد في كلية الفنون الجميلة والتصميم بجامعة الشارقة. أيضا من الطالبات المشاركات بهذه المسابقة معنا من كلية الفنون الجميلة والتصميم كل من الطالبتين تقى أحمد هيثم ومية الأيهم السراج. حياكم الله جميعا دكتورة إيمان، تقى ومية، أسماءكم مميزة. تسلمي، شكرا. يمكن أول مرة أسمع الأسماء، جميلة جدا بالتأكيد. تسلمي كلك. طيب خليني أبدأ وياك دكتورة إيمان، هاي المشاركة طبعا جدا مهمة بالنسبة لكلية الفنون الجميلة والتصميم، خبريني كيف جت فكرة المشاركة في البداية في هاي المسابقة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية أحب أكد طبعا أن أحد أهم أهداف جامعة الشارقة هو رفع نسبة المعرفة والبحث العلمي والتأكيد على التميز في مجال التدريس، ومن ضمنها المشاركة في الأنشطة اللا صفية أو اللا منهجية هنا. وكان ضمنها إشراك الطلاب في مسابقات سواء كانت على المستوى المحلي أو الإقليمي أو حتى إشراكهم في مسابقات عالمية. مسابقة مجموعة عمل الإمارات للبيئة مسابقة متميزة، إحنا شاركنا في فئة الاستدامة. المسابقة عموما هي مسابقة سنوية، دي كانت الدورة 18 هنا. شارك فيها 41 جامعة من دول مختلفة، من الشرق الأوسط، شمال أفريقيا ودول الخليج. وشارك فيها 400 شخص من مختلفين، ما بين طلاب، ما بين أساتذة مشرفين، ما بين مهتمين بالبحث العلمي ومهتمين بالبحث في الاستدامة وأمور البيئة. فهي مشاركة متميزة، وإحنا شاركنا عن فئة المباني المستدامة هل يمكن تحقيقها. تقريبا كم فئة في المسابقة دكتورة؟ هم أربع فئات. أربع فئات، أنتم ما شاء الله في الأربع فئات إحنا حصلت المركز الأول ما شاء الله عليكم. لا، إحنا أخذنا عن فئة المباني المستدامة، هي عن فئة واحدة، لكن بعد تعتبر الفئات عددها قليل بالنسبة لعدد الجامعات ما شاء الله الكبير اللي مشارك في هذه المسابقة. ألف مبروك، ما شاء الله عليكم. خبروني مية وتقى أهمية مشاركتكم كطالبات أيضا في مثل هذه المسابقات. بالنسبة لنا كطالبات، المشاركة بهيك مسابقة كان شيء كتير كويس، لأنه علمتنا كيف نعزز ثقتنا بنفسنا لحتى نوصل رسالة معينة للمجتمع، وتكون الرسالة ملخصة ويسهل فهمها. فكان تجربة حلوة الحمد لله، والحمد لله الله وفقنا طبعا بدعم الدكتورة وبدعم الكلية الحمد لله، وحصدنا المركز الأول. تقى بالنسبة لك مشاركتك مهمة كطالبة بالتأكيد. بصراحة طبعا احنا تعلمنا كتير في المجال ده، انه ازاي نحن مجال الاستدامة. استدامة طبعا الاستدامة علمتنا حاجات كتير، نحن ازاي ممكن نشاركها مع الجمهور في المنافسة اللي احنا كنا فيها. كان حتى هدفنا ان احنا نعمل توعية لهم انه انتم ممكن حتى تعملوا الاستدامة، بس ممكن تغيروها، ممكن تعملوها عن طريقة العملية وليست الطريقة النظرية. حلو، جميل جدا. دكتورة إيمان طبعا نتكلم عن هذه الفئة اللي هي مثل ما ذكرنا المباني المستدامة هل يمكن تحقيقها، واللي طبعا حصلتوا فيها المركز الأول. أبعر طبيعة المسابقة، شو اللي انتم قدمتوه أساسا كنموذج فزتوا فيه بالمركز الأول؟ هي المسابقة عن شقين، أول شق هو فن الإلقاء أو العرض، إزاي هم يعرضوا للجمهور فكرتهم في 10 دقائق. جمهور كبير، هي كانت في مدينة دبي للمعرفة وفي قاعة المؤتمرات، وهم أول مرة يقفوا على مسرح. كم وحدة كنتوا؟ أربعة. كانوا أربعة. أربعة وقفتوا مع بعض؟ وقفنا مع بعض. حلو، يعني انتم ساندتوا بعض. ايه ساندنا بعض، مو واحده اللي وقفت لوحدها. كلنا لا، لو واحده وايد بيكون صعبه اتوقع. صح، الحمد لله. يعني كويس ان انتم اربعه. الحمد لله. هي المشاركه بتاعتهم كانت مميزه ومختلفه، لان هي صعوبتها ان هو يعني معظم الفئات الثانيه او معظم المشاركين كان كل حد بيمسك ورقه
بيطلع يحكي لوحده وبعدين يرجع والتاني يكمل عليه. مشاركتهم كانت مختلفة، هم دخلوا مع بعض وعملوا حوار ما بينهم عشان يقدروا يلفتوا أنظار الجمهور. بدأوا الأول يحكوا قصة هم مروا بيها من خلال تجربتهم العملية، وإزاي هم قدروا يحققوا الاستدامة بشكل عملي، بس مش من خلال بس الجزء النظري، لا، من خلال تطبيقهم لفكره الاستدامه بشكل عملي، وازاي يحكوا القصه دي للجمهور عشان يقنعوهم بفكر الاستدامه ان هو ممكن تطبيقه. حلو، اذا تذكرون شيء من هالقصه اللي قلتوها للجمهور بشكل مختصر. مية قولي لي. هلا هي صراحه هي كانت عباره عن تجربه عمليه حقيقيه نحن خضناها، انه نحن نبني منزل صديق للبيئة. خضتها التجربة أنت؟ خضنا هاي التجربة، بناء منزل صديق للبيئة وبنفس الوقت بيخدم العادات والتقاليد الإماراتية. صديق للبيئة، أيوة، وعادات التقاليد. هاي معادلة حلوها لي بعد شوي. كملي. أيوة. فيعني نحن طرحنا هاي التجربة تبعنا، كان لازم تكون ملخصة ومختصرة خلال 10 دقائق. فكنا يعني حاولنا. أحس وايد صعب إن أنت يعني. تفسرين كل هالتجربة خلال 10 دقائق. بس هو صراحة كمان يعني خير الكلام ما قل ودل. فقدرنا إنه نلخص هاي الحكاية، هاي التجربة العملية، خلال 10 دقائق من خلال حوار عملناه، إنه نحنا نطرح أسئلة على حالنا ونجاوبها، إنه كيف بدنا نعمل. كل واحدة منكم طرحت سؤال على الثانية، خلينا نقول. أيوة تقريبا هيك عملنا، طرحنا سؤال وحكينا عن محاور محددة من خلال طرح أسئلة والإجابة عنها. حلو. أيوة. إذن حلوا لي معادلة صديق للبيئة وفي نفس الوقت يخدم العادات والتقاليد والبيئة الإماراتية. أيوة. صحيح؟ أيوة. كيف؟ احنا استخدمنا معدات إعادة تدوير، معادة تدوير من بيئة. استخدمنا معدات قابلة لل انه زي الطاقة الشمسية. الطاقة الشمسية اللي هي بتاخذ الشمس وممكن البيت يشتغل من الطاقة اللي اخذتها من الشمس. بنفس الوقت انه كيف مثلا بده يخدم العادات والتقاليد الاماراتية من خلال تقليص المساحات، انه معروف اغلب البيوت بتكون كبيرة. صح. حتى تخدم مثلا انه بدنا مساحة مخصصة للنساء، مساحة مخصصة للرجال. ايوه خصوصية. ايوه فنحن عملنا هذا الشيء لكن بمساحات صغيرة حتى نقلل استهلاك الكهرباء والمياه. انتوا نفذتوا هذا المشروع اساسا ولا نفذتوا هذا المشروع المنزل اللي هو المنزل صديق للبيئة؟ ايوه الصديق مع للبيئة مع العادات والتقاليد. هذا نفذتوا متى؟ كان قبل هذه، قبل لا تدخلون هاي المسابقة؟ ايوه تقريبا قبل. كنتوا تعرفون يعني تدخلون المسابقة؟ لا يعني لا سبحان الله ما خطر على بالك نهائيا، بس سبحان الله يعني دخلتوا في هالمشروع ومن بعد جت المسابقة. كيف نفعكم المشروع في هاي المسابقة؟ أعتقد يعني نفعتنا. هذا شيء مو بمحسوب أبدا. نعم. دكتورة طبعا كنتي موجودة ما شاء الله، ذكرتي لك 41 جامعة صحيح؟ يعني من مختلف المستويات، من مختلف الثقافات، من دول مختلفة ولغات مختلفة وجنسيات مختلفة. بالتأكيد جامعة الشارقة ما شاء الله رائدة يعني في كل المجالات طبعا. وأعتقد أنها يعني يشار إليها بالبنان وين ما توجهتوا في الجامعات، نحن ما نبالغ إذا قلنا هالشيء، بس كمستوى وين شفتي البنات إلى جانب كذلك الجامعات الأخرى، مو بس اللي في الدولة الجاية أو مو بس اللي في دول الخليج، حتى اللي جاية من شمال أفريقيا أو اللي جايين من دول أخرى وثقافات أخرى. معايير تحكيم المسابقة كانت مختلفة. كان جزء منها الوقت، جزء منها الثقة بالنفس، جزء منها نوع الأطروحة اللي بيطرحوها وإزاي هم هيجاوبوا على السؤال ده في وقت معين. كل دولة وكل جامعة كان ليها طلاب مختلفين وعندهم مهارات مختلفة. الطلاب الحمد لله هم يمكن في الأول كانوا خايفين، هم فعلا أول مرة، يمكن الجامعات التانية شاركوا أكثر من مرة، هم كانوا أول مرة فعلا، وهم كانوا هم طلاب سنة رابعة، هم محتاجين ياخدوا الثقة دي عشان يقدروا يقفوا ويتكلموا عن مشاريعهم بعدين للمجتمع. صحيح. فدي مهارة تانية يعني هم اكتسبوها من خلال المشاركة في المسابقة دي. أول حاجة هم اتكلموا من غير ورقة، في جامعات كتير كان داخلة ماسكة ورقة، حتى هم قالوا لي إيه ده إحنا ممكن ناخد، قلت لهم لا مش ممكن. فخلاص أنتوا هم عندهم الثقة دي لأن هم بيحكوا عن تجربة شخصية وعن قناعة، فده أعتقد دي أهم حاجة اتعلموها. غير الجزء النظري هم اتعلموا عمليا إزاي ينفذوا الاستدامة. صحيح. بالعكس وينشروها كمان لطلاب قدهم
وناس أكبر منهم ومجتمعاتهم هم النواة اللي في كل بيت، هي دي اللي هتبدأ تنشر الفكرة بشكل فعلا صحيح لأن هم مقتنعين بيها. فدي كانت أكتر حاجة فعلا حسيت إن هي مميزة ليهم، هم اتعلموا صح ونشروا الوعي بشكل مختلف وبطريقة بالعكس يعني خلت الجمهور في الآخر يسقف لهم بشكل صحيح. رائع يعني. ودكتورة إيمان يعني إذا كنت أتكلم عن شيء نظري فقط وأنظر وأقول نظريات، أعتقد هذا الشيء ما بيكون يعني صادق وأوصله للجمهور مثل لما أنا أكون أصلا جربت هذا الشيء على أرض الواقع. صح يا بنات؟ صح. لأي مدى خدمكم هذا الشيء؟ أن أنتم بالفعل كنتم جربين فقدرتوا توصلون من القلب إلى القلب، يعني على طول مباشرة قدرتوا تدخلون للجمهور وحتى لجنة التحكيم قدرتوا توصلون لها صوتكم من خلال شيء أنتم أساسا مقتنعين فيه، هذا رقم واحد. وشيء أنا نفذته أصلا اشتغلت طبعا. فيه من قبل طبعا طبعا نحن مقتنعين فيه 100% وبدأنا حتى نحن مو بس عم ننفذه نفذناه بمسابقة واحدة، لا نحن حتى هلأ عم ننفذه حتى بمشاريعنا مشاريع التخرج. نحن مطالبين أنه نحقق الاستدامة بتصميمنا تصاميمنا الداخلية لأنه مشاكل البيئة هي مو مشاكل معنية فيها جهة معينة فقط، نحن معنيين فيها جميعا. وحاليا نحن ما محتاجين بس لأقوال، نحن محتاجين لأفعال. صحيح. ولازم نبدأ بهاي الأفعال لحتى نأمن البيئة الصحية إلنا وللأجيال القادمة بإذن الله. هنيئة لك دكتورة ما شاء الله. هو ده المكسب الحقيقي فعلا والله. هو ده المكسب الحقيقي لحقيقة الجامعة فعلا ما شاء الله. كذلك أيضا في كل يمكن مسابقة أو في كل مشروع في تحديات، في عوائق دائما تقابلني. شو التحديات اللي واجهتوها؟ ببدأ منك دكتورة، شو التحديات اللي أنت واجهتوها كجامعة يعني في الدخول لهذه المسابقة؟ هو طبعا أول تحدي إن هم طلاب سنة رابعة عندهم مشاريع تخرج، الوقت جدا ضيق عشان يخرجوا بعد المحاضرة وبعد ما نشتغل على السكتشز بتاعتهم نبدأ نشتغل بعد المحاضرات ويمكن بعد الدوام وعلى الإيميلز ويبعتوا لي وابعت لهم. فالفكرة دي شوية بتاخد وقت ومجهود وإن هم يحسوا لا إحنا خايفين إحنا هنقصر في المشروع، لا إحنا طب إحنا مش كويسين كده في المسابقة. فالفكرة الوقت وزي أقدر أنظم وقتي، بالعكس أنا حاسة أن المسابقة أديتهم ثقة في نفسهم والمشاريعهم أكبر. يعني هو كان تحدي بس اكتسبوا في الآخر خبرة كويسة وجال لصالحهم في الآخر بالتأكيد. فأول تحدي هو الوقت. تاني تحدي طبعا هو اكتساب الثقة، إزاي أقف أتكلم قدام الجمهور. بالضبط، هذا بحد ذاته تحدي كبير جدا. فلا بالعكس يعني حسيت الكلية أعتقد دعمتهم كتير، حتى أستاذة الدكتورة نادية الحسني عميدة الكلية استضافتنا عندها في المكتب وعملنا تمرنا قدامها وشافتنا واختبرتنا وشافت وقعدنا يعني إحنا كنا تيم وورك. فيعني قعدنا نقرر طب لا طب نبدأ كذا الأول، طب نعمل إيه عشان نلفت انتباه الجمهور. فمش عايزين كل معظم البرزنتيشنز كانت تقليدية يعني زي باوربوينت وحد بيقف يحكي وراه حاجة. البرزنتيشن التقديم أو العرض بتاعهم كان مش تقليدي، كان حد واقف يحكي، كان مجرد باك جراوند وهم نفسهم هم العرض. مشروعهم قصتهم هي كانت العرض. فهم تعلموا كتير واعتقد يعني هو ده المكسب الحقيقي. هم يعني بقوا ممهدين وبقوا معدين كويس ان هم يقابلوا المجتمع ومهاراتهم ما شاء الله يعني زادت جدا. من اختار الفريق دكتورة إيمان الأربع لا هو مش اختيار بصراحة، وأنا ما أقدرش أجبر الطلاب إن هم يشتركوا في نشاطات لأنها ده ضغط تاني بس عليهم. في تشجيع أنا بعرض لهم الفكرة وبحاول حمسهم بيستجيبوا شوية طب إحنا قلقانين، فأنا ببدأ أطمنهم لا وما تقلقوش وأنا هبقى معاكم وكده فبيبدأوا يتحمسوا بنبدأ نتعاون، إحنا كنا فريق واحد يعني. أكيد. برجع أسألكم نفس السؤال تقريبا، التحديات اللي واجهتوها يعني دكتورة إيمان ذكرت يمكن الوقت والوقفة على قدام الجمهور أو الأودينس، بالنسبة لكم أنتوا شو التحديات اللي واجهتوها قبل هاي الوقفة قبل تطلعون على الستيج؟ تنظيم الحوار وتلخيص القصة أخذ منا وقت كبير أخذ منا، وبنفس الوقت اختيار العرض المناسب على الكمبيوتر يكون يوصل معلومة كمان يخدمنا بتوصيل المعلومة بنفس الوقت يكون غير معقد مريح للعين كمان. هاي قبل الستيج كمان كان عندكم عرض على كان عندنا عرض كخلفية باك جراوند كان عندنا. شو اخترتوا فيها عشان يكون مريح للعين يعني مثل يعني اخترنا زي حاجات اللي هي الايكونز اللي هي بتبين الفكره اندايركتلي ممكن لما يشوفوها على طول يفهموا فكرتها.
استخدمنا الصور، تعمدت ان هي تكون غير مباشره اندايركت. الصور حتى صور لنا من خلال مثلا تنفيذ المشروع، يعني حطيتوا صور شخصيه لان المشروع انتوا، فانتوا حطيتوا لكم صور شخصيه اثناء تنفيذ المشروع. نعم، وحطينا مثلا صور للمواد المستخدمه، المواد البيئيه، يعني هيك تقليل الكتابه بالسلايدات كمان، يعني خليها يكون اكثر صور مفهومه اكثر ما يكون كتابه. انا اعتقد ان الكتابه يمكن تشد الجمهور للكتابه، ما تخليه يسمع وانتوا المحور الاساسي. تماما فنحن لا صح عليكم ان انتم ما حطيتوا يعني كتابه وايد، وما ركزتوا على الكتابه، ركزتوا على الايمج او الصوره، وكونكم انتم اساسا المحور الاساسي. اكيد. دكتوره ايمان ذكرت ايضا ان الجامعه قدمت لكم دعم، انا حابه اعرف منكم انتم كيف نوعيه الدعم اللي تقدمها دائما الكليه والجامعه في مثل هذه المسابقات او حتى مشاريعكم بشكل عام اللي تقبلون عليها. والله صراحة أول شيء بأن بشكر دكتورتنا إيمان، هي أبدا ما قصرت، يعني دائما ورانا بنقعد، دائما كانت أنه تتابع معنا التطور شو صار مثلا بالقصة، حتى مثلا أنه دائما نطمنه لا نحن قادرين نعمل، دائما تشجعنا نحن قادرين نوفق بين مشروع تخرجنا وبين مسابقة يلي نحن دخلنا فيها. كمان بشكر كمان عميدة الكلية يلي استضافتنا أكثر من مرة وشجعتنا وعطتنا لحظات مهمة هي حطيناها ببالنا مشان نعمل العرض الأفضل. حلو. دكتورة إيمان، يعني يمكن الجمهور اللي تابعنا الآن في بعضهم ما عنده فكرة عن كيفية الاستدامة أو شو هي الاستدامة فيما يتعلق بالمباني، وهذا تخصصكم أنتو. تمام. خلينا ناخذ أو نعطي الجمهور شوي فكرة عن ماهية الاستدامة في المباني، شو اللي نقصده بالاستدامة في المباني؟ أوكي. هو الاستدامة بشكل عام هو يعني احنا حتى في التعريف البسيط بتاعنا بنقول لهم ازاي احنا نستهلك موارد البيئة من غير ما نضر بأحقية بالبيئة وبأحقية الأجيال القادمة، ان هي كمان من حقها ان هي تيجي تلاقي موارد تانية. صحيح. يعني بصراحة المفروض ما نخلص الموارد بالضبط نقضي عليها طبعاً. الأجيال القادمة ليهم حق ان هم يستخدموا موارد البيئة. التركيز يمكن كان من سنوات سابقة كان على الجزء البيئي بس كبيئة كمصادر بيئية، بعدين بدأ يتطور حتى مفهوم الاستدامة للاستدامة المتوازنة اللي كنا بنتكلم عليهم، الثري دايركشنز اللي هي استدامة في الاقتصاد، ازاي اختار مواد صديقة للبيئة وفي نفس الوقت موفرة واقدر ان اعيد استخدامها مرة اخرى، فهي دي تكون صديقة للبيئة. ازاي الجانب الاجتماعي، ازاي اراعي انا ببني لمين، انا ببني للمجتمع من الاسرة اللي انا جالسة ابني لها او المجتمع اللي بالضبط لازم اراعي العادات والتقاليد بتاعته، فبالتالي اقدر اوفر له استدامة مجتمعية مناسبة. فهي الاستدامة يعني مفهوم متوازن ما بين ثلاث محاور، استدامة اقتصادية واستدامة مجتمعية واستدامة بيئية. جميل. مثل هذه المسابقات عادة دكتورة وحتى بالنسبة لكم أنتم يا بنات، كيف ممكن تعزز مفهوم الاستدامة سواء كان لكم أنتم كطالبات أو كذلك للمشاركين بشكل عام أو حتى في المجتمع؟ كيف مثل هذه المسابقات بالتحديد؟ المسابقة دي كل طالب أو كل فريق عمل بيتناول الاستدامة بشكل مختلف. في فرق تناولتها من ناحية الأزياء والميك اب، واحنا نفسنا اتفاجئنا، ناس اللي طلعت اتكلمت عن الميك اب في كم مواد، في ابداع مضره وابتكار في طرق استخدام الاستدامه او بالزبط. كيف انا انفذ مفهوم الاستدامه بالزبط. يعني انا ابدا ما تخيلت انه يدخل في مجال الازياء في كل شيء، حتى المواد، ازاي المواد اللي بنبدا نستخدمها في الملابس بتاعتنا، ازاي في مواد معينه دلوقتي حتى الملابس بقى عليها تيكتس اللي هي ايكو فريندلي، صديقه للبيئه. فاحنا لازم نختار حتى المواد اللي احنا بنلبسها شكلها ايه، الميك اب في مواد معينه لازم نتحاشاها لانها بتسبب اضرار للبيئه بشكل معين. فالخبرات اللي احنا بنكتسبها، يعني كل فريق استخدم وجهة نظر مختلفة للتعبير عن الاستدامة. صحيح. وإزاي هم نفسهم من خلال العروض كلها اللي شافوها اكتسبوا خبرات مختلفة. صحيح. وسعت مداركهم، أخذوا خبرات ناس تانيين، ادتهم ثقة في نفسهم إن هم يقدروا يتكلموا هم كمان عن الاستدامة ويقدروا يعرضوا وجهة نظرهم عن الاستدامة. فهو فكرة نشر الوعي بطريقة صحية، فكرة الانتقاد، إزاي أنا أقدر أسمع وأنتقد وأحكم على اللي قدامي،
فده دي كلها خبرات رائعه انتقد بطريقه ايجابيه. بالزبط. طبعا هذا هو الاهم. دي قيمه النشاطات اللامنهجيه او اللا صفيه في دعم الطالب بالفعل توسيع المدارك هو اهم شيء دكتوره ما ذكرتيه. هي بيئه ايجابيه لنشر فكره الابداع والابتكار والاختلاف. هي بالضبط ان انا اشوف الاخر المختلف شو قدم واستفيد من المختلف الذي قدمه الاخر المختلف عني كذلك ايضا. بالنسبه لكم انتم يا بنات طبعا مثل ما ذكرت الدكتوره ايمان اعتقد اهم شيء في وجودي في مسابقه هو صحيح ان انا افوز فيها هذا شيء وايد جميل لكن بحد ذات التواجد مثل ما ذكرت الدكتوره ايمان يخليني اطلع على الاخر اللي انا يمكن ما تصورت في حياتي انه ممكن يقدم الفكره بهذه الطريقه او ان هذا الشيء اساسا موجود او هذا الشيء استخدم. هذا كله يسوي مثل العصف الذهني صح. يعني برين ستورمينج للكل اللي موجودين اتوقع المشاركين مو بس لكم انتم كطلبه اعتقد حتى كاساتذه موجودين هيسوي مثل العصف الذهني ممكن يطلع ويخلق من وراء افكار ما لها حدود بوجودي انا بس في هذا المكان. الخبرات اللي انتم اكتسبتوها واللي عاده تكتسبونها في المسابقات هذه او في المشاركات هاي شو هي بالضبط؟ هلا من خلال هاي المسابقه تحديدا شفنا فرق مختلفه من بلاد مختلفه فطريقه تقديم افكارهم صراحه واختلافها كلها يعني حطت ببالنا انه نحن ممكن مره جاي والله هي الفكره حلوه ممكن بالضبط. هي الفكره هي. ممكن انا ممكن انفذها ايوه ممكن ننفذها والله هي ظريفه شدتني لفتت انتباهي طريقه كل فرق كيف عم يلفت انتباه الناس هي كلياتها نحن حطيناها ببالنا انه ممكن مثلا نستخدمها للايام الجايه لتوصيل رساله معينه. نعم طيب الان يعني اعتقد بان هذا الشيء انتم تسعون لتنفيذه كذلك ايضا في مشاريع التخرج بما ان انتم مقبلين ان شاء الله وبحول الله على التخرج. عندكم فكره وتصور شو اللي ممكن ننفذه؟ خليني ابدا ويا دكتوره ايمان لما تفكرون في اجاباتكم. دكتوره ايمان عاده في مشاريع التخرج هل يتم التركيز على ثيم معين مثل الاستدامه اللي نحن اليوم نتكلم عنها وهي محور حديثنا الاساسي؟ يتم توجيه من عندكم معين ولا لا عادة تخلون المجال مفتوح للطلبة؟ فكرة اختيار المشروع حق الطالب. كل طالب بيكون في ذهنه أو في خياله ده مشروع التخرج عايز يحقق فيه شكل معين ونوع معين من المشاريع سواء كانت مثلا مشاريع توعية صحية مستشفيات سواء أكاديمية نوع المشروع مطروق للطالب لكن بيكون مطلوب فيه معايير محددة لازم يحققها من المعايير اللي بتحاسبوا فعلا عليها هي تحقيق الاستدامة وازاي حققوا الاستدامة في مشاريعهم. ممكن يعني كل المشاريع كتير. المقدمة كل المشاريع لابد ان يكون فيها اختيار أو تحقق الطالب هذا الشرط. مظبوط اختيار فلو. الطالب حقه هو حر يختار المشروع اللي هو حبه لكن هو مجبر ان هو ينفذ فيه جزء من الاستدامة. ايه نوع المعيار اللي هو نفذ بيه الاستدامة في مشروع؟ ممكن يكون اختيار حتى الماتيريالز اللي هينفذ بيها التصميم الداخلي ازاي هي ماتيريال صديقه للبيئه ازاي هي مواد يمكن اعاده تدويرها ازاي هي مواد غير سامه نون توكسيك ماتيريالز. فالجزء ده مهم جدا ان هم يبداوا يراعوه دلوقتي في مشاريع التخرج لان هم بعدين لما هيخرجوا لسوق العمل هيبداوا هم كمان عندهم الحق ان هم يختاروا الماتيريالز اللي ينفذوا بيها وعندهم القرار اللي هيقدروا ياخدوه اذا كانوا هيضروا البيئه او لا. طيب فكرتوا في مشاريع التخرج او شو اللي انتم حابين تتجهوا له في مشاريع التخرج؟ أكيد تقع شيء خبريني أو مية تقع صح خلطت الاسمين. أنا مشروعي عبارة عن أكاديمية بتوفر للطلاب بعد التخرج من المدرسة أو من الجامعة يروحوا هناك يتعلموا وبعدين بعد ما يتعلموا بيكون عندهم شغل خاص لهم بعد ما يتخرجوا من الأكاديمية. طبعا الأكاديمية أنا محتاجة أني أعمل environment حل كويس لهم بيئة جاذبة بيئة جاذبة فطبعا استخدام الأدوات إعادة تدوير هتفيدهم جدا استخدام حتى الطاقة الشمسية أي يعني الحاجات لها علاقة بالاستدامة طبعا هتفيد في المشروع. هي منظومة كاملة لها علاقة بالاستدامة كل ما يستخدم في هذا المشروع صحيح؟ صحيح. بالنسبة لجميع
وأنا مشروع عبارة عن مركز توعية بيئية كمان، ويعتمد على 3 أفعال: ابتكر، شارك، اكتشف. حيكون لكافة فئات المجتمع، حيتم تقسيمه ل يعني حيتم تقسيمه لأقسام، للأطفال، لليافعين، للاكتشاف، وللكبار البالغين كمان. حتى يعني حيكون عبارة عن مثل حديقة داخلية تخدم الاستدامة. حيكون فيها كمان أنشطة توعوية، وحيكون فيها كمان نوع من الاستجمام البيئي كمان. جميل جدا، والله جميلة جدا هالمشاريع. ما شاء الله البنات هي ما شاء الله، يعني هذا الجيل اللي نحن نتطلع له مستقبلا إن شاء الله، وتقع على عاتقه مسؤولية تحقيق الاستدامة وتطويرها، ويعني تنفيذ كل المشاريع بالفعل حتى تتطابق مع الاستدامة أو تحققها. دكتورة إيمان، قبل أن نختم هذا اللقاء، شو الجديد إن شاء الله اللي تقبل عليه كلية الفنون الجميلة والتصميم بعد هذه المسابقة إن شاء الله؟ إن شاء الله، هو فكرة الاستدامة ونشر الوعي هو موجود في الكلية، ومشاركين كمان إن شاء الله في جائزة الشارقة للاستدامة. بس الجديد إن شاء الله، إحنا في كلية الفنون الجميلة والتصميم كل الأقسام كفريق عمل واحد في قيادة الأستاذة الدكتورة نادية الحسني، هتعلن عن مسابقة هي الهدف منها الاستدامة، بتستهدف منها أول مبدأ في الاستدامة اللي هو تقليل الاستهلاك، فهتسميها less is more أو ما قل ودل. نوعي فيها الطلاب، هي تكون مفتوحة لكل الأقسام، الجرافيك والأزياء والفنون الجميلة والتصميم الداخلي لكل الطلاب في كل السنوات، كيفية استخدام وانتقاء المواد اللي بيستخدموها في مشاريعهم، ازاي تكون مواد صديقة للبيئة، وازاي ان انا احسن الاستخدام في المشاريع بتاعتي. هو ده هيكون المعيار التقييم في المسابقة الجاية ان شاء الله. عموما بالتوفيق ان شاء الله يا بنات، الله يوفقكم ان شاء الله في مشاريع التخرج او في اي مسابقات، بالتوفيق كذلك أيضا دكتورة إيمان. كل الشكر لكم اليوم على وجودكم ويانا. دكتورة إيمان عبد الشهيد إبراهيم، أستاذ مساعد في كلية الفنون الجميلة والتصميم بجامعة الشارقة، وأيضا كانوا ويانا الطالبات الجميلات تقى أحمد هيثم بكلية الفنون الجميلة والتصميم، وكذلك أيضا مية الأيهم السراج، أيضا طالبة في كلية الفنون الجميلة والتصميم. موفقين يا رب. شكرا على وجودكم ويانا، دائما نفاروسنا الحقيقة بطالبات وطلاب جامعة الشارقة. شكرا يا رب. شكرا لك. إذا وصلنا مشاهدينا إلى ختام هذه الأمسية للقاء. إذا فاتتك هذه الحلقة بإمكانك متابعتها في أوقات الإعادة أو على الموقع التالي: